قمت هنا كرام تفاصيل النشرة الجوية الخاصة بيوم الاثنين المملكة المغربية. اليوم غادي نقربكم من أحوال الطقس الخاصة بهذا النهار هذا، كيداير الجو في مدينتكم، شنو واقع، بقاو معنا. فتتوقع مديرية الأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الجو الغائم الذي سيعطي أمطارا وزخات بمنطقة طنجة والنكوش والريف، يعني كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وكتل ضبابية أو ضباب على السواحل والسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية مع شئاب مع سماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وقليلة السحب إلى صافية بالمناطق الوسطى للبلاد وبالجنوب. وسيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وستهب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالجنوب وشرقية بالجنوب وشمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و 6 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و 13 درجة بكل من السايس والهضاب الفوسفات والماس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل والسهول الشمالية ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بمنطقة طنجة وبسواحل الوسطى والجنوب الشرقي. أما فيما يخص درجات الحرارة العليا فستكون ما بين 8 و 13 درجة بالمرتفعات وما بين 14 و 20 درجة بالسواحل المتوسطية وبالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفات والماس والسواحل والسهول الشمالية، ومنطقة سوس ما بين 20 و 25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 23 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد. أما فيما يخص حالة البحر مشاهدينا الكرام، فإن شاء الله سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج وأحيانا قوي الهيجان بالسواحل المتوسطية شرق الجبهة وهادئا إلى قليل الهيجان نحو الغرب وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبسواحل الأطلسية، وأحيانا هائجا إلى قوي الهيجان بكل من سيم وطنطان. إذا مشاهدينا الكرام، هذه تفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم. نتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي مزيان، نتمنى انه نهاركم يكون مزيان، قربوا لي من الجو في مدينتكم. بالنسبه لمدينه الدار البيضاء مازال الطقس بارد نسبيا، كاين الجو غائم، ما عرفتش مدينتكم تما كيفاش دايرين. نشرتنا كنقدم لكم مدينه الدار البيضاء كيف ما تقاسمنا معكم، كانت هذه اهم نقاط النشره الجويه الخاصه باليوم الاثنين. نوصيكم به انكم تتعدوا هذه الفتره ديال البرد، خاصه الناس اللي كيخرجوا الصباح بكري الله يعاونهم ويسر امرهم، والناس اللي كيبقاو معطلين في الليل فكاين البرد، الواحد يلبس مزيان ويستعد للبرد ويحمي نفسه من ابسط الامراض اللي هما لاكغيب ولا الانفلونزا اللي كتجي الموسميه. فالواحد رد البال راسه ورد البال صحيحته ويلبس مزيان. الله يكون مع خوتنا اللي في مناطق ديال الجبال والريف، راه كاين البرد بزاف تما اكثر من المناطق الداخليه. فنتمناو خير والله يلطف بينا وبلادنا. صباح البرد والياسمين طابي سناء، شكرا لكم. نتمناو ان شاء الله الامور تمشي مزيان يا ربي، والله يحفظ بلادنا ويجعل ان شاء الله بلدنا امنا مستقرا، بلد الرخاء والسخاء يا ارحم الراحمين. ودوزة الايام برد على الناس كامله بخير وعلى خير ان شاء الله، وامورنا كلها تكون مزيانه. نتمنى ان شاء الله تكون صحتكم على خير وبخير، الواحد يرد البال راسو يلبس حويجاته، التغذيه تكون سخونه، كل ما قربنا من الاكل اللي يدفينا راكم عارفين بزاف الوجبات اللي كتساهم تدفئه الجسم، واحد ياخذها في هذه الايام هذه ويرد البال راسو وان شاء الله غادي يكون غير الخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم على تبعكم، كنضرب لكم وعد جديد ان شاء الله غدا نفس القناه نفس التوقيت ان شاء الله، نقربكم من ادق التفاصيل
اللي نتوما تبغيو تعرفوها ومازال التخطيط لم توصل، بقاو معنا، نتلاقاو ان شاء الله في الخير. السلام عليكم.